يا صباح الخير، يا رب اليوم يكون خير عليكم جميعا، ويا رب هيك يكون الاكلات اللي عم نقي لكم اياها كمان طيبين. اليوم رح نقيت لكم اكله يلي عشاء اللي بيحبوا فته المكدوس، بس ما لهم حيل يقوم يعملوها وما عندهم وقت، ما رح نظلمكم، يعني نوعا ما هي سريعه خفيفه ما بدها حفر وحشي وهدول القصص، يعني عملت لكم اياها بطريقه سهله بس كمان بدها شغل، مو ما بدها شغل بدها. وهلا بدنا اول شيء رح اعرفكم عن المواد اللي عنا، نفس تقريبا تبع فته المكدوس. هون رح احتاج تقريبا وقيه لحمه، هون هحتاج بندورة هلا بدنا نعصرها نحن أنا وياكم، هون في عندي فليفلة قطعتها بهذا الشكل، بصل كمان مقطعته مربعات، هحتاج دبس بندورة مع دبس رمان. من البهارات ممكن احتاج بابريكا، ملح وفلفل، بهار وفلفل، طبعا زيت للتقلاية. هلا بما انه انا قلت فتت مكدوس معناتها اكيد بدي صوص الطحينة يلي هو دائما من اللبن، ثوم وطحينة وشوية ليمون، وطبعا على الوش رح احتاج شوي من اللوز وشوي من البقدونس. هلا انا اليوم حابه هيك اعمل لكم اياها بطريقه خفيفه لذيذه، بقى اليوم انا ما رح اقلي للخبز، رح اشوي لكم اياه شوي بالفرن. كيف؟ انا بس مثل ما شايفين انا هون مقطعته بهذا الشكل مربعات، رح اضيفوا عليه شويه زيت زيتون ورح اتحركه، يعني والله بصراحه اخف وصدقوني ما بيأثر على الطعم، يعني جد بيطلع كثير طيب. حطيت انا على الصينيه ورقه زبده مشان ما ينحرق معي الخبز، وانتبهوا بالذات الخبز بالفرن ما تروحوا ما تطلعوا برا المطبخ، لا تردوا على التليفون ما تعملوا شيء ممكن ينحرقوا. هون رح اجيبه ومدهم بهذا الشكل وحطهم بالفرن، واتبعوها هي الطريقه، يعني حتى لو لفتت المكدوس لذيذه وطيبه وعن جد خفيفه ما بيتضايق الواحد بعد ما ياكلها. هي ما صفي غير هلا انا بعد شوي بحطهم لحالي بالفرن، ما ضروري تروحوا معي، حنقيمهم على جناب. هلا انا وياكم حنبلش نعمل الصوص. هلا انا هون شعلت تحت الزيت مشان يحمى معي. شو عملت قبل بوقت؟ تتذكروا قلت لكم هذا الباذنجان تبع بيض العجل اذا ما حطيتي له ملح ممكن يغب معي مي، انا ما بدي اياه يغب مي. انا شو عملت بهالحاله؟ انا عبيته ملح، ما تخافي حتى لو عبيتيه. هلا شوفوا المي اللي نزلت منه، شوفوا المي حقيمه، طبعا هيدا البشكير انا بالذات مخصصته للباذنجان. هلا حقيم وكبس عليه بهي الطريقه، واذا انت عملتي هي الطريقه قبل بساعتين ثلاثه كمان بيكون احسن، لانه هو اساسا هذا سفنجي وبيغب معك زيت كثير، واذا غب زيت راحوا الزيتات من المقلايه، يعني مشكله. تقوموا تقولوا اكلنا الزيتات عليكم. هلا هيك شايفين كيف ليك قديش غبت مي، شايفين يعني قديش انت هيك اختصرتي ووفرتي على حالك. وغير هيك انسي الصحة غالية، وعن جد الزيت القلي كثير بضايق. هلا حنسقطهم هون، هلا صار لازم نقول الزيت غالي والصحة غالية الاثنين سوا. هلا شايفين قديش غبوا؟ هلا بهي الطريقة ما بقى بيغبوا فيه. هلا في ناس بتحب تلكهم شوي بالكورن فلاور او النشا بنقول له، كمان بيمشي الحال، بس هي الطريقة اضمن انه يطلع منها المي. وهلا بورجيكم كيف، وقت بدي احطها بالصحن ما رح يطلع عليها زيت. هلا حنجيب المقلاه، وهلا هدول حنتركهم شوي لحتى يتقلوا. لاحظتوا كيف انا قطعتها مربعات؟ نحن بفتت المكدوس بنحفر وبنقلم وبنحشي، يعني هي اختصرت لكم اياها، قطعوها مربعات وزتوها بالقلي. هلا انا وياكم حنعمل الصوص اللي هو رح نحتاج طبعا حنحط شويه اول شيء زيت نباتي، سمنه اللي بتحبي، بس زيت زيتون لا ما بفضل. رح اضيف عندي هون البصل مع البصل الفليفله الخضراء، ورح نتركهم يتقلوا شوي وتروحوا معي مشان نعمل البندوره. هلا انا بصراحه لهي الاكله بالذات، يعني وحتى لو فتت مكدوس، بحب انا البندوره تكون خضره بقلبها، ويفضل يكون ستات البيوت عاملين المونه تبع البندوره، لانه البندوره بهي الايام ابدا ما بتبقى ظريفه. قد ما حاولتي بقى اجباري بدنا نحط لها دبس بندوره. رح نقطعهم بهذا الشكل، تقريبا انا هون ححط كيلو تاكل، لانه الفته بدها بندوره بتتعقد. هلا انا متى ما غلت اساسا ما بضل منها كثير. يعني انا بصراحه عملت مونه بندوره وصدقا عن جد
يعني كل ما بجي بدي اعمل شيء اكله واليوم منهم كمان انه هيك بجي بلاقيها هيك جاهزه وبالكوميدينا كثير بنبسط. هيك هلا حنخلطهم. ممكن تحتاج شوية مي مشان تحرك معي. نشغل. نضيف الباقي. لأنه إذا حطيتهم كلياتهم سوا ما رح يمشي الحال. اللي بيكرهوا غسل الخلاط رح اعطيكم طريقه كثير لذيذه، اذا كان بقلبه زفر ودهنه ومدري شو، حطوا بقلبه سائل جلي هون شوي، بعدين ضيفوا عليه شويه مي وشغلوه على الكهرباء وسكروا، بعدين بس صدوا وادعوا لي. شفتوا ليش حكيت لكم على مونت البندورة؟ شوفوا بهاللون ابدا ما مثل ما انا بدي اياه. هلا هون تقلت عندي البصلة والفليفلة، رح اضيف عليهم معلقتين دبس بندورة بهذا الشكل ولحرك. طب هلا انا شو ضل اعمل؟ بدي اقلي اللحمة. هلا هي حخليهم شوي لحتى تتعقد. والله بصراحة بدي أقليها شوي. هلا أنا شو رح أعمل بغيابكم مشان ما يروح عليكم ولا مرحلة من المراحل، حأستنى شوي على دبس البندورة لحتى يتقلى نتوفة، رح أضيف عليه البندورة اللي أنا عصرتها وبتكون انقلت عندي باذنجان، وبرجع لعندكم بعد شوي يا صبايا لورجيكم تطبيق فتة الباذنجان. أوكي رح نرجع لك يا شيخ. والله لسه على حطة ايدكم، تعطيتهم على الغاز ما عملت اي شيء. يلا خبرينا. يلا اول شيء يسعد صباحكم عن جديد لستات البيوت اللي هلا فاقوا ما عرفوا شو عملنا اليوم. عملت لكم اكله كثير ظريفه كثير لذيذه للعشاء، فتة المقدوس، بس عملتها بطريقه يعني اللي ما لها حيل اللي ما معه وقت كثير تقدر تعملها اليوم. هلا لحالكم بغيابكم شو عملت؟ انا هون قطعت الباذنجان بهذا الشكل، وطبعا انا نصحت دائما وقت بيكون عندنا باذنجان بيض العجل بننقعه بالملح، بعدين بنعصره بالبشكير لحتى يطلع معنا، بعدين بقلي. اذا لاحظتوا ليكو ما غب معي زيت ابدا بهذا الشكل. وبغيابكم شو كمان عملت؟ عملت هون الصوص، رح نروح انا وياكم نشوفه. هون قليت بس عندي بصل وفلفله خضراء، حطيت دبس بندوره، ما عصرت كمان ما يقارب شي كيلو بندوره وصارت معي بهذا الشكل. وصدقا بغيابكم مثل ما قلت للصبايا انا ما عملت اي شيء، هلا انا وياكم رح نكمل شغلنا سوا. وفي شغله كمان عملتها بغيابكم صارت عندي جاهزه، انا الفتة المقدوس نحن دائما متعودين عليها الخبز يكون عندنا مقلي، بس انا اليوم حابه اعمل لكم اياه بالميبس بهذا الشكل، يعني اخف اقتصاديا ويعني للصحة كمان كثير منيح. بس حطيت له نقطة زيت زيتون وشويته بالفرن وصار معي بهذا الشكل. وهيك تقريبا يعني ها بلشنا نشهشل ونخلص اكلتنا لليوم. هلا شو صفي عنا؟ عنا شغلتين اللي هنن، اول شيء رح نقلي اللحمة، لحمة ناعمة. انا طبعا ما رح اضيف بصل لاني يعني انا اوريدي هون حطيت بصل بقلب الصوص. هون حضيف عندي زيت نباتي، رح اضيف هون عندي اللحمة وضيف عليها البهار اللي انا بدي اياه. انا دائما بقول لحمه سبحان الله اللحمه الناعمه ما بحب عليها غير شغلتين اللي هن الفلفل الاسود، ومو دائما بحط بهار يعني دائما بحس الفلفل الاسود هو ملك تتبيله اللحمه مع رشه بهار او الا بهارات السبعه بهارات مشكله ورشه ملح. حنتركها هون لحتى تتقلب. هلا هون عندي الصوص مثل ما قلت حارجع اقول، هون حطيت بس قليت مع الزيت ما سمنه انت اللي بتحبي، انا حطيت زيت، قليت بصله مع فليفله خضراء بتحبي حدا بتحبي حلو بترجع لإلك، وقلي حطيت فوق منه معلقه دبس بندوره. دائما قلي دبس البندوره بيعطي طعمه بيعطي خطره كثير لذيذه. فوق منه ضفت يعني تقريبا كيلو بندوره عصرتهم هون على الخلاط. هلا شو بدي اضيف على الصوص بقى؟ حضيف شويه ملح، ما رح كثر لاني انا هون حطيت ملح وهون ملح وهونيك ملح، خليني اعدل بفيهم. هون حضيف شوية بابريكا مع رشة فلفل
هلا شو ضل الشيء اللي يعطينا الحموضه اللي هو معلقه دبس الرمان. وطبعا بتحبي احمر بتحبي اكف حموضه حطي ودوقي. انا بصراحه بحبها هيك شوي حموضتها ظريفه. شايفين حتى لونها تغير معي صارت معي بهذا الشكل. حنترك هون اللحمه شوي تتقلى وما ضل غير انا اساسا غير اني طبقها. بس شو ضل علينا بفته الباذنجان تبعنا هي نعمل صوص الطحينه اللي كلياتنا تقريبا بنعرفه. هون حضيف تقريبا كيلو لبن تقريبا ربع كوب من الطحينه. في ناس بتحب تدللها تحطها اكثر بس انا بحس لا ما بدك للتقل يعني ربع كوب بكفيني مع الكيلو بزياده. وهون عندي سنتين ثوم وهون في عندي عصير ليمون مع رشة ملح. لاحظتوا أنا يعني لهلا كانت السوسيرة مليانة ملح لهلا ما استهلكتها كلها. عم حط رشة على الخفيف يعني ما تنسي إنه أنت كمان حاطة على الصوص حطيتي شوي على اللحمة يعني مشان تتعدل عندك الملوحة كمان. وهيك صار عندي الصوص كمان جاهز. هلا بصراحة ما ضل عندي شيء أنا أعمله غير شغلة واحدة بغيابكم حساويها اللي هي هون. أنا ما ضل عندي غير لحقلي هلا اللوزات مشان نطشهم على الفتة. وصدقا ما رح نعملها ما حطبقها إلا قدامكم وبرجع لعندكم آخر شيء لحتى نعمل فتة الباذنجان يا صبايا. الله يسلمك يا هلا. يا صباح الخير عن جديد، يا رب اليوم يكون خير عليكم جميعا من هون لبكره وكل الايام كمان مو بس من هون لبكره. انا مثل ما وعدتكم رح ساوي الفته قدامكم. هون نحن حمصنا الخبز حطيتهم هون، هلا رح اضيف فوق منهم الصوص اللي طبخناه سوا. طبخناه سوا طبعا لانه انتم تابعتوني معناتها طبخناه سوا. هلا حضيفه هون بهذا الشكل ما بعرف اذا باين عليكم. هلا حنضيف هون الباذنجان المقلي. شوفوا كيف صار معي بهذا الشكل كمان حضيفه طبقه باذنجان. طبعا انتم الجات اللي انتم بتحبوا تحطوا فيه حطوا. حنحط هون السمنه مشان ما انساها. هلا حافرد هيك الباذنجان بهي الطريقه. طبعا بتحبوا تكتروا الباذنجان تقللوا ما بتاثر. هلا كمان صوص الطحينه هون صار عندي جاهز رح اقيم واسكبه بهذا الشكل. يا سلام يا سلام. هلا حنضيف اللحمه. حاعطيكم طريقه عشان تطلع لذيذه. خلينا نحطهم اقلام اللحمه بهذا الشكل. طبعا انا وقت بيكون معي وقت اكثر بتفنن فيها اكثر. حنحط كمان هون شوي كمان هون شوي. بس في عندنا البقدونس. بس قبل خلينا نزت اللوزات يتحمصوا شوي. حنضيف هلا البقدونس كمان بهذا الشكل. هيك شايفين هالمنظر والله يعني اكله اكله فعلا. وهي مثل ما قلت لكم سهلت عليكم فته المقدوس لكل المشتهيين فته مقدوس وما نخلق يعملوها. حنضيف شوي من الفلفل الاسود شوي من البابريكا ونشوف السمنة شو صار فيها. بينت معاكم هيك. حنجيب اللوز استنى عليه ثانية. إلنا زمان ما طشينا سوا تتذكروا إلنا زمان. هلا سوا هيك تمام. حنقيمها ونطشها على الفتة الباذنجان بهذا الشكل رائع جدا. وهيك خلصت الاكله معانا اليوم. يا رب تعجبكم وبشوفكم بكره على اكله كمان كثير طيبه.